وياكم حبيبي. ويجزاك عنا خير يا ربي، يلا دائما تواكب الاحداث. الله يبارك فيك. الله يسعدك. ابو عبد الرحمن حي قلبي، اللغه الانجليزيه يعني من اللغات التي اخذت انتشار غصب. صحيح. غصب ما فيه. ليه؟ وش اللي حاصل؟ اول شيء الله يغفر للامير بدر بن محسن. آمين. والامير بدر بالنسبه لي انا شخصيا يعني من زمان على قولتهم المراهقه وقبل وكذا، وعشنا معه والرجل الله يغفر له رحمه طيب وحبوب ابتسامته دائما. هذا الامير بدر فيحبه حتى اللي ما راه، والله يغفر له جميع مرضى موت المسلمين اجمعين. الله يغفر لهم. الحقيقه اللغه الانجليزيه هي اللغه الاشهر على مستوى العالم، وكثير من الناس يستغرب انتشار اللغه. طبعا في اللغات من ديدنها التطور والاختلاف من فترة فترة، يتم عليها تحديثات، وفي لغات سادت ثم بادت وعلى مراحل قرون عدة. في القرن 17 و18 تقريبا كانت اللغة الفرنسية هي المتسيدة. طبعا اللغات كل لغة لها 4 مهارات: مهارة التحدث، ومهارة الاستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. ثنتين منها على قولتهم خارجة يسمونها out، وثنتين منها in داخلة. حلو. دائما الصعوبة دائما في الشيء اللي خارج من الإنسان، اللي هو الحديث أو الكتابة. الأسهل اللي هو القراءة والاستماع. طبعا من شروط انتشار أي لغة على مستوى العالم أن اللغة نفسها هذه يجب أن يعني تكون لها عدة مزايا. العدة مزايا الواجب توافرها في هذا الشيء أن يكون لها يعني نتكلم السيطرة، الانتشار، الأمور هذه. طبعا البداية الطريفة أن اللغة الإنجليزية كان قبلها مسيطرة عدة لغات، لكن جت الفرنسية فكانت لغة الأقوياء، فكان عالم البزنس اللغة الفرنسية، وفي عالم القانون هم المتسيدين. فجاء سبحان الله شيء يسمونه البلاك ديث. البلاك ديث اللي هو مرض الطاعون. الطاعون تسيطر في أوروبا في العصور المظلمة في وقت كان هم يعني لقلة النظافة، وسبحان الله أقل من الناس تأثرا من مرض الطاعون هم المسلمين، لأن حتى يعني كانوا يقولون يعني غير مسلمين أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني علم أمته كل شيء، يعني حتى يعني وأنت بكرامة قال حتى الخراء علمهم. فقال عمر بن الخطاب نعم أمرنا لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. فالفكرة أنهم فكان عدم نظافتهم أدى إلى مشاكل كثيرة، فبدأوا يموتون. طبعا من كان الفئة الكادحة كانت اللي هم الإنجليز. الإنجليز هم الفئة الكادحة، فبدوا يموتون أكثر من الفرنسيين. فالعمالة اللي ماسكة في العالم كانت تشتغل في ذيك الأيام وفي أوروبا اللي هم العمالة الإنجليزية. فكان العامل اللي يعني خلنا نقول الإسكافي اللي يصنع الحذاء، النجار، السباك، جميع المواصفات هذه كانت عند الإنجليز. فلما بدوا يموتون هذول قلت الأيدي العاملة، فالطبقة الراقية من الفرنسيين والناس اللي يتكلمون ثنائيين اللغة اللي في الوسط كانوا في ناس موظفين عند الفرنسيين يتواصلون مع الإنجليز، فهو ثنائي اللغة يأخذ الفرنسية ويكلم الفرنسيين ويروح يكلم العمالة بالإنجليزية. فلما ماتوا أغلب الناس قلت العمل وقل الدخل، فاستغنوا الفرنسيين عن الناس اللي في النص، فاضطر أنهم يتعلمون للتعامل مع العمالة هذه، لأن العامل كان اللي خلنا نفترض إن كان الشغلة اللي تسوالها 1 باوند صارت 100 باوند. لكن هل الإنجليز كانوا يعني متمسكين بلغتهم بحيث ما يتكلموا بلغة أخرى؟ صحيح، ولم يستطيعوا يتعلموا. لماذا؟ لأنهم أصلاً كانوا فقر وكانوا أهل عمل، فاضطر أنه مو فاضي يتعلم. فاضطروا الآن لما يجي الناس الكبار هذول يجون يشتغلون التجار يبغى خدمة، يبغى خياط، يبغى واحد يصلح للنجار، فاضطر أن يتعلم ليتحدث مع هذا. والإنجليز رفعوا الأسعار تعرف لأن شح العمالة، فبدأ الشغلة اللي يشتغلها بون باوند صار يعمل بها بمئة باوند. يعني بعد هل تقصد أن الاقتصاد أو القوة الاقتصادية تفرض اللغة؟ صحيح، هذا جزء منها انتشار اللغة. فالمهم أنهم بدأوا يتعلمون الإنجليزية، وكان طبعا اللغة الفرنسية هي الأنشر والأكثر، الفرنسية أكثر انتشار.
من هنا بدأ الانتشار، ثم أتت الحرب العالمية الأولى وكتبوا في الميثاق في النهاية كانوا يكتبون بالفرنسي قالوا لا نضيف اللغة الإنجليزية وأضافوها، وبدت بريطانيا الدولة التي لا تغيب عن مستعمراتها الشمس، فانتشار هذا ساهم. وأيضا طلعت أمريكا، أمريكا ولست لما خرجت خرج الإعلام وتطورت عملية الطباعة وطلعت الإعلام نشروا عن طريق الأفلام وعن طريق المذياع والقنوات، فبدأ الآن السيطرة في الانتشار. فانتشار اللغة يجب أن يمر بعدة مراحل، ليس السيطرة اليوم اللغة الصينية هي الآن الأكثر لغة متحدث بها، ولكن اي ولكنها ليست الأشهر، الأشهر والأكثر استخداما اللي هي الإنجليزية بالشهرة بالاستخدام. الآن في ناس يعتقدون أن الصينية هي اللي ممكن تشكل خطر، الآن اللي يشكل خطر اللغة الفرنسية على اللغة الإنجليزية. السبب أنت تتكلم أفريقيا كاملة كلها تتكلم لغة فرنسية ولغتهم الأم. تتكلم عن نقطة ثانية أن اللغة الفرنسية لغة علم، اليوم الصينية ما هي لغة علم، اليوم لو تتعلم طب تتعلم عدة أمور. صح الصينية الآن منافسة في التجارة لكنها غير مهتمة. أيضا الصينيين نفسهم الآن جالسين يستخدموا اللغة الإنجليزية لتوصيل منتجاتهم، لكن لما جت في فترة من فترات أمريكا وبريطانيا أجبروا الناس أنهم لا ما تتحدث بغير الإنجليزية، بل في يعني في أجزاء كبيرة من كان فيه اللغة الأسبانية منتشرة، واللي اليوم يروح لأمريكا يعرف أن المتواجد الآن اللغة الأسبانية بشكل كبير للمهاجرين، لكن فترة فترات منعوا، فهذا أدى إلى انتشارها. فاليوم لما تقول أنت الطباعة وعن طريق العلم عن طريق القنوات والوسائل الإعلام كاملة، أضف إلى ذلك أن السيطرة العسكرية والتجارية وهذا أدى إلى انتشار اللغة وسيطرتها بشكل كبير. جميل، وش اللغة المتوقع مستقبلا؟ هو الآن المنافسة بين اللغة الإنجليزية والفرنسية يعني، لكن الصينية هي اللي الصينية شوف هي لغة متطورة، لكن يجب أن تغير جزء كبير من تصرفاتها. يعني مثلا الآن نشر العلم البحوث العلمية صحيح الآن مسيطرة من ناحية الصناعة وناحية التجارة وهذا بيساهم شيء بشكل كبير، لكن اليوم أنت تتكلم لغة العلم ما في. اليوم أنت لو بتدرس طب في يمكن غالبية دول العالم يعني كلهم يتكلمون، والشيء العجيب أن اللغة الفرنسية تشكل 30% من اللغة الإنجليزية. يا سلام، 30%. وكان الكلمات المختصة بالقانون، فرنسا متفوقة بالقانون المختصة بالقانون والعالم البزنس اللي في الإنجليزية هذه آتي أصلا وأصلها من الفرنسية. واللغات العدد والقديمة زي هامر تتكلم الأشياء اللي فيها الأعمال اليدوية وهذه أغلبها جاي من الإنجليزية أصل. يا سلام، أضف إلى الإنجليزية ترى خليط فيها كتب، يعني في كتاب أنا سبق قرأته الكلمات الإنجليزية اللي أصلها العربي. يا سلام، يعني معناها يا جماعة الخير قوتك الاقتصادية وانتشار بحوثك العلمية سبب في، لكن أتوقع أن اللغة العربية هي اللغة الأم التي تمتلك جدا من 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 الحصيلة اللفظية ما لا تملكه أي لغة أخرى. صحيح، هي أكثر كلمات. أيضا أن اللغة الإنجليزية مثلا على سبيل المثال فيها عيب، يعني اللغة العربية فيها المفرد والمثنى والجمع، اللغة الإنجليزية ما فيها مثنى مفرد أو جمع. أه. يعني في عيوب، يعني أنت تتكلم في عيوب، لكن أنت اليوم تتكلم حتى في علم الاجتماع يقولك نظرة المغلوب للغالب. شلون الغالب؟ أنت لما ترى شخص مثلا زي الصين الآن سيطرت على مستوى العالم، فبيضطرون الناس الآن يتعلمون اللغة الصينية لأنه يرى أنه ما تفوق في صناعته وفي تجارته إلا بجميع علاقات المكونات الاجتماعية، لأنك كنت بحاجته الآن. نعم، الآن الكورية الآن اللي طالع أسهمها جدا، الكورية اللغة الكورية طالع أسهمها بشكل غير طبيعي. والله حنا إن شاء الله خلاص ما عاد يعني ما عاد علينا شرها، لكن الكلام على الشباب بشوف حكيم، عاد حكيم هو جاهز متعلم اللغات ذي ولا بعد تعلمها ولا شيء. حكيم يلا حيا، الله يبقيك طول عمرك. أقول وش اللي تعلمته من اللغات؟ الله يسعدك. والله أنا ما عندي إلا اللغة العربية، هذا اللي عندي. قل لغة تعرف قالها هو قبل شيء، قال إن اللغة العربية هي الأقوى. صحيح،
لكن اللغة العربية باللهجة الجنوبية ولا ب... الحمد لله ثنتين جامعة كل ثنتين. طيب والإنجليزي ما درسته؟ درسته بس ماني قوي فيه. ما أنت بقوي فيه ليه؟ ما لغة ما حبيتها حقيقة. ما حبيت لكن مع الجيل الجديد خلاص صارت الإنجليزية هي الأقوى هي الأهم صار كل شيء إنجليزي حتى جوالات الأجهزة. لا لا ذهب عمرك شوف الصينية والكورية زبط الأمور معهم. نبي نحتاجك بعدين لا تشتري بضائع ولا شيء. شو مجهز لنا اليوم؟ والله أنا عندي موضوع يميل إلى اسم البرنامج. أيوة.